بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء طلبة الصف الأول الثانوي للغات، بنواصل مع بعض دروس مادة Integrated Sciences. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع Environment، The Effect of Temperature on Marine Environment. في البداية عاوزين نتعرف على What's meant by Internal Energy. Internal Energy. Internal energy is the sum of kinetic energy and potential energy of the particle of the substance. يبقى each substance لها kinetic energy ولها potential energy. Kinetic energy لأن لها مكان energy لأن فيه movement. دايما عندنا أي particles أو أي substance حتى لو هي كانت solid فالبارتكل بتاعتها في حالة انت حتى بنسميها vibration motion، حركة اهتزازية في مكانها. إذا أي substance سواء حتى كانت solid أو liquid أو gas البارتكلز بتاعتها في حالة، عشان كده هي لها kinetic energy. كذلك هي لها potential energy. potential energy نتيجة البوزيشن بتاع البارتكلز فين. يبقى the sum of kinetic energy and potential energy of the particles of the substance بنسميها the internal energy. يبقى the internal energy the sum of kinetic and potential energy of the particle of the substance. طيب عاوزين نعرف the difference between two concepts. The first one is the heat and the second is temperature. طبعا ال temperature احيانا بيعملوا لبس شويه لان الاثنين قريبين جدا لبعضهم. عاوز اعرف the difference between heat and temperature. يا ترى ايه الفرق؟ طبعا احنا عندنا ان الهيت دي تايب اوف انرجي. يبقى كلمه هيت عباره عن هيت انرجي. يبقى الهيت دي تايب اوف انرجي لها نفس اللي هي مثلا الكالوري او الجول. يبقى الهيت تايب اوف انرجي. والتمبريتشر دي عباره عن ميجرمنت اوف ذا افريج اوف كينيتيك انرجي اوف ذا بارتكل اوف ذا سبستانس. هي مقياس للكينيتيك انرجي بتاع البارتكل اللي بيتكون اي سبستانس. طب تعالوا نعمل كومباريزون كده بسيطه ما بين اللي ديفرنس بتوين هيت اند تمبريتشر. هيت ناخد الديفينيشن للهيت بيقول لي ات از ا فورم اوف انرجي. يبقى الهيت هي عباره عن انرجي. ويت سفير بادي تو كولد بادي. يبقى الهيت هي عباره عن انرجي. اذا هي لها نفس اللون بتاع الانرجي. What's the unit of energy؟ في عندنا الجول وفي عندنا الكالوري. يبقى الهيت هي form of energy which transfer from hot body to cold body. While temperature it is a measurement of the average of kinetic energy of the matter molecules. السبستانس اللي عندي احنا قلنا في حالة motion the average of kinetic energy للبارتكلز دي بنسميها دي عبارة عن مين للتمبريتشر. يبقى as the kinetic energy of the particles of the molecule increase as the temperature increase. طيب هل شرط يا شباب ان الهيت يعني طالما قلنا ان الهيت تختلف عن التمبريتشر اذا the unit of temperature تختلف عن اليونت للهيت. احنا قلنا الهيت the unit of heat is joule and calorie. يبقى the unit of heat is joule or calorie. While the unit of temperature is Celsius or Kelvin. احنا هنستخدم عندنا في منهجنا دوت هنستخدم الكلفن. يبقى تاني يا شباب يبقى عندنا الهيت في فرق في الديفينيشن بتوين هيت اند تمبريتشر. الهيت a form of energy. A form of energy زيها زي الكينيتيك انرجي زي البوتنشال انرجي زي الالكتريكال انرجي زي السولار انرجي. انواع مختلفه من الانرجي. من الانرجي دي زي هيت انرجي او الهيت. هو while temperature is a measurement of the average of kinetic energy of the matter molecules. يبقى في اختلاف ما بين الاثنين. طيب اليونت طالما هم مختلفين اذا اليونت مختلف. The unit of heat is joule or calorie. احنا برضه هنستخدم هنا الجول. والتمبريتشر لها تو يونت السيليزيوس والكلفن وهنستخدم عندنا الكلفن. طيب بيقول لي ان الهيت ترانسفير فروم هاير تمبريتشر تو لوور تمبريتشر. يبقى الهيت ترانسفير هوايل التمبريتشر دازنت ترانسفير. يبقى في فرق كبير جدا. يبقى بقول ان الهيت دي عباره عن انرجي ترانسفير فروم هاير انرجي فروم اسف فروم هاير تمبريتشر تو لوور تمبريتشر. خلي بالكوا ده يجي يقول فور انرجي سفير هيت. يقول لا الهيت
الهيت هي اللي ترانسفير. طيب بتترانسفير فروم هاير هيت تو هاير هيت تو لوور هيت ولا هاير تمبريتشر؟ لا هي ترانسفير فروم هاير تمبريتشر. يبقى خلي بالك من النقطه المهمه دي. يبقى الهيت ترانسفير فروم ايه يا شباب؟ فروم هاير تمبريتشر تو لوور تمبريتشر. طبعا التمبريتشر دازنت ترانسفير. تعالوا ناخد كده يا شباب الصوره دي بتوضح لنا الفرق ما بين كلمه هيت وتمبريتشر. بيقول لي ان الهيت از انرجي، ذا هيت انرجي فروم ذا ستوف او السخان بيرنر ورم اب ذا ووتر. بتعمل عمليه ورم للايه؟ للووتر، او بتعمل هيتنج للووتر. ميجر ذا تمبريتشر، يبقى دي عباره عن هيت انرجي، تعمل هيت او بتعمل هيتنج لل، لكن اقيس التمبريتشر باي ثرمومتر او بالترمومتر بتاعي. يبقى في فرق ما بين الهيت وما بين التمبريتشر في الديفينيشن، في اليونت، في التولز اللي من خلالها اقدر اعرف او اقدر ان احنا نعمل ميجر للهيت او التمبريتشر. التمبريتشر ميجر باي ثرمومتر، والهيت كان ميجر باي، طبعا كانت موجوده عندنا اللي كنا بنسميها ايه يا شباب؟ ممكن اقيسه باللي هو الكافي كاب كالوريمتر. كالوريمتر دوت ده ديفايس ميجر ايه يا شباب؟ ميجر ذا اماونت اوف هيت. لكن التمبريتشر ميجر باي ثرمومتر او بالترمومتر. ناخد يا شباب ذا يونت اوف تمبريتشر. ذا يونت اوف تمبريتشر قلناها في وسط الشرح بتاعنا عندنا السيليزيا الكلفي. طب عاوزين نتعلم من يونت ليونت ثانيه، ازاي احول من سيليزيوس للكلفن او من الكلفن لسيليزيوس؟ ان عندي ان التمبريتشر باي كلفن ايكوال تمبريتشر باي سيليزيوس بلس كونستانت. الكونستانت ده عندي بكام؟ ب 273. يبقى التمبريتشر ان كلفن ايكوال ذا تمبريتشر باي سيليزيوس بلس 273. يعني الفرق ما بينهم 273. يعني ناخد اكزامبل كده، لو انا قلت لك ان انا مثلا عندي مثلا 10 سيليزيوس ايكوال كام بالكلفن؟ 10 سيليزيوس ايكوال كام كلفن؟ يبقى انا عندي رول اهي بتقول لي ان الرول بتقول لي ان تمبريتشر باي كلفن ايكوال ذا تمبريتشر باي سيليزيوس اللي هو 10 بلس 237 ايكوال 283 كلفن. يبقى 10 بلس 273 ايكوال 283 كلفن. يبقى انا كده عملت ترانسفورم، حولت منين يا شباب؟ من سيليزيوس تو كلفن. طيب لو عندي العكس 303 كلفن ايكوال كام سيليزيوس؟ يبقى انا اقول ان تمبريتشر باي سيليزيوس ايكوال تمبريتشر باي كلفن ماينس 273. ماينس 273 يعني ايكوال 30 سيليزيوس. يبقى تاني يا شباب، يبقى انا عندي تو يونت للتمبريتشر سيليزيوس اند كلفن. مين فيهم اللي رقم شكله كده اكبر؟ الكلفن. طب الكلفن ده ايكوال ايه؟ ايكوال سيليزيوس بلس 273. يبقى احنا اخذنا دلوقتي ذا ديفرنس بتوين هيت اند تمبريتشر. الهيت از ا فورم اوف انرجي، ده شكل من اشكال الانرجي. اليونت اوف هيت هي عباره عن الجول اور كالوري، لكن التمبريتشر هي عباره عن ميجرمنت، هي دليل او مقياس فور ذا اوف كينيتيك انرجي اوف ذا سبستانس مولكيولز، وميجرد باي تو يونتس سيليزيوس اور كلفن. وعرفنا ازاي اقدر احول من يونت للثانيه، ازاي احول من سيليزيوس لكلفن، وازاي اقدر احول من كلفن لسيليزيوس بالكلفن ايكوال سيليزيوس بلس 273، والعكس لو انا عاوز احول من الكلفن لسيليزيوس يبقى ماينس 273. طيب تعالوا بقى نتكلم عن نقطة مهمة جدا جدا في موضوعنا النهاردة، هو ذا سبيسيفيك هيت. طبعا احنا تعودنا يا شباب ان احنا من خلال رول او القانون اقدر استنتج الديفينيشن واقدر استنتج اليونت. طب تعالوا بينا الاول نتعرف على رول اللي من خلالها اقدر احسب ذا سبيسيفيك هيت. انا عندي ان سي ايكوال الكيو اوفر الام تايم الدلتا تي. طب ايه هي الكيو؟ ايه هي الام؟ ايه هي الدلتا تي؟ تعالوا نشوف مع بعض. بيقول لي الكيو ذا كوانتيتي اوف هيت، هي الهيت او الكوانتيتي اوف هيت. طب احنا عارفين ان الكوانتيتي اوف هيت اليونت بتاعتها هي عباره عن الجول، يبقى الكيو اليونت ليها هي الجول، هي الكوانتيتي اوف هيت. الام ذا ماس، والماس هنا ناخدها باليونت بالكيلوجرام. والدلتا تي ذا ديفرنس ان تمبريتشر، وهناخدها هنا بالايه؟ بالكلفن.
يبقى تاني يا شباب يبقى السيليزيوس او اسف سبيسيفيك هيت ايكوال الكيو اوفر الام تايم الدلتا تي. طيب احنا عندنا الرول اذا نقدر نستنتج، اولا نقدر نستنتج اليونت، يبقى اليونت فور ذا سبيسيفيك هيت ايكوال ذا يونت اوف كيو اوفر اليونت للام تايم اليونت للدلتا تي. طب الكيو اليونت عندي بالجول، طيب الام اليونت عندي بالكيلوجرام، الدلتا تي اليونت عندي بالكلفن، اذا اليونت عندي للسي ايكوال جول بير كيلوجرام تايم الكلفن، تاني جول بير الكيلوجرام اللي هي اليونت للام تايم اليونت للدلتا تي اللي هي عندي بالكلفن. طيب هل هي دي اليونت الوحيده اللي عندي للسبيسيفيك هيت؟ لا، لو انا اخذت مثلا الكيو خدتها مثلا بيونت ثانيه غير الجول وليكن مثلا بالكالوري، في يونت ثانيه للهيت غير الجول كالوري، واخدت الماس مثلا بالجرام مش بالكيلوجرام، والدلتا تي خدتها بالسيليزيوس مش بالكلفن، يبقى هيديني يونت ثانيه خالص هيبقى كالوري بير جرام تايم سيليزيوس. اذا اليونت اللي عندي مين اللي بيحددها يا شباب؟ بيحددها عندي اليونت بتاع الموجود عندي في الرول الموجود عندي. لو الكيو بالكيلو بالكيو بالجول، الام كيلو جرام، الدلتا تي بالكلفن، يبقى اليونت عندي جول بير كيلو جرام كلفن. العكس لو الكيو عندي بالكالوري والام عندي جرام والدلتا تي سيليزيوس، يبقى كالوري بير جرام سيليزيوس على حسب اليونت اللي انا بستخدمها. طيب يبقى احنا كده تعرفنا الاول على الرول اللي عندي وتعرفنا على اليونت، تعالوا نتعرف على كمان على الديفينيشن. الديفينيشن عندي يعني ايه سبيسيفيك هيت؟ بيقول لي ذا سبيسيفيك هيت از امتى السي ايكوال الكيو، يبقى السي اللي هي ذا سبيسيفيك هيت از ذا كوانتيتي اوف هيت لما الام ايكوال 1 والدلتا تي ايكوال 1. يعني سبيسيفيك هيت ذا كوانتيتي اوف هيت ريكواير تو ريز ذا تمبريتشر اوف 1 كيلو جرام اوف ذا مطر باي 1 كلفن، كميه الهيت المطلوبه عشان نرفع التمبريتشر بتاع 1 كيلو جرام من الماده اللي عندي 1 كلفن درجه واحده. يعني تخيل ان انا لو انا عندي هوت بليت كده بعمل هيتنج، وعندي مثلا عندي مثلا نقول انا عندي هوت بليت عندي مثلا نقول 1 كيلو جرام، 1 كيلو جرام في ووتر مثلا، وعندي 1 كيلو جرام من مثلا من الالومنيوم، 1 كيلو جرام من الكبر، وبدات اعمل هيتنج للكميات او للمواد اللي عندي دي. هل بعد مثلا 5 دقائق جيت اقيس التمبريتشر للووتر الاقي زي الالومنيوم؟ لا، الاقي الالومنيوم التمبريتشر بتاعته اعلى. ليه؟ لان السبيسيفيك هيت بتاعته قليله. يعني ايه سبيسيفيك هيت قليله؟ يعني محتاج كميه كوانتيتي اوف هيت قليله عشان اقدر ارفع التمبريتشر ل 1 كيلو جرام منه 1 كلفن. لكن الووتر بيمتاز بايه؟ بالهاي سبيسيفيك هيت. الووتر السبيسيفيك هيت بتاعته عاليه جدا جدا جدا، ودي حكمه من ربنا سبحانه وتعالى ان السبيسيفيك هيت للووتر عاليه. يعني محتاجه كميه انرجي عاليه قوي 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 عشان التمبريتشر بتاعي 1 كيلو جرام من الووتر انكريزد باي 1 كلفن. تخيل ان انا عندي 70% تقريبا من جسم الليفنج اورجانيزم بما فيهم الانسان ووتر، 70% منه ميه. كل 1 كيلو جرام من الووتر، كل 1 كيلو جرام من الووتر محتاج 4180 كام جول عشان التمبريتشر بتاعته تزيد 1 كلفن درجه واحده. تخيل كل كيلو في جسمنا، احنا طبعا انا لو وزني 100 كيلو 70% منه ووتر، يعني 70 كيلو منه ميه. لو انا وزني 100 كيلو 70% من 70% او 70 كيلو جرام منهم ووتر، كل كيلو ووتر محتاج الرقم الكبير ده عشان التمبريتشر بتاعته انكريز 1 كلفن درجه واحده. طبعا الكلام ده يعني مش هقدر اخده من درجه حراره الجو مثلا. لذلك انا الجسم بتاعي التمبريتشر بتاعته 37، ده الطبيعي 37، يبقى في صيف في شتاء هي التمبريتشر بتاع جسمي 37. ما زادتش ليه في الصيف في الجو الحر اللي احنا موجودين فيه ده؟ لان السبيسيفيك هيت للووتر از فيري هاي، عاليه جدا. بكام بقى السبيسيفيك هيت للووتر؟ ب 4180 جول زي ما احنا كاتبين كده بير كيلو جرام كلفن. يعني كل 1 كيلو جرام من الووتر محتاج الرقم ده من الجول عشان التمبريتشر بتاعه ال 1 كيلو يزيد درجه واحده.
تخيلوا بقى يا شباب، يبقى ده فايده او اهميه سبحان الله ان سبيسيفيك هيت للووتر از فيري مرتفعه جدا جدا جدا، زي ما هنشوف دلوقتي في التيبل. نعمل كده هنا الاول قبل ما نشوف التيبل بتاعتنا، بيقول لي ان التيز كاركترستيك بروبرتي اوف ذا مطر هي ايه؟ السبيسيفيك هيت، يعني ما فيش عندي تو مطرز هاف ذا سيم سبيسيفيك هيت، يعني كل سبستانس او كل مطر لها السبيسيفيك هيت الخاصه بيها، ما فيش عندي تو سبستانس هاف ذا سيم سبيسيفيك هيت، دي معنى ات از كاركترستيك بروبرتي اوف ذا مطر. طيب تعالوا بقى نشوف الايه التراينجل دوت اللي احنا هنحل بيه البروبلمز بتاعتنا. ان هو كالعاده احنا متعودين ان اي رول عندي انا ممكن اكون منه تراينجل، بحيث ان انا مش شرط اكون او مش شرط ان انا احسب الايه السبيسيفيك هيت او السي، ممكن يطلب مني الكيو، يبقى ساعتها الكيو ايكوال السي تايم الام تايم الدلتا تي. طب طلب السي يبقى السي ايكوال الكيو اوفر الام تايم الدلتا تي. طب الام يبقى الام ايكوال الكيو اوفر السي تايم الدلتا تي وهكذا. يبقى تاني يبقى من خلال التراينجل دوت انا اقدر اشوف هو محتاج ايه واقدر احسبه. يبقى تاني يا شباب يبقى نقدر نحط الرول بتاعتنا في شكل تراينجل تسهل عليا الحساب بتاعي، هل هو في البروبلم اللي عند طالب الكيو ولا طالب السي ولا طالب ولا طالب الام ولا طالب، اقدر اتعامل مع البروبلم عندي على حسب الموجود في السؤال. طيب تعالوا بقى نشوف التيبل المهمه جدا جدا دي، ذا سبيسيفيك هيت اوف سم سبستانس. انا عاوزكم بقى تلاحظوا بقى مين اللي انا عامله دوت، الووتر اللي هو باللون مختلف اللي هو اللون الريد ده دوت مختلف عن الباقي، لان احنا كل تركيزنا في المنهج بتاعنا او في الكونسبت اللي احنا شغالين فيه حاليا عن مين؟ عن الووتر. عاوزين نعمل كومبارزون كده ما بين السبيسيفيك هيت للووتر وما بين ديفرنت سبستانس، نشوف حاجه زي الزنك زي الالومنيوم زي الايرون. طب نخلينا في الحاجات اللي احنا عارفينها ونتعامل معاها زي الالومنيوم مثلا. الالومنيوم ذا سبيسيفيك هيت اوف الومنيوم از 897. السؤال الاول واتس مينت باي، ما معنى ان السبيسيفيك هيت للالومنيوم ايكوال 897 جول بير كيلو جرام كلفن؟ دي معناها ايه؟ معناها ان ايتش 1 كيلو جرام اوف الومنيوم نيد محتاج او ريكوايرد او محتاج هيت قد ايه؟ محتاج 897 جول تو ريز ذا تمبريتشر اوف 1 كيلو جرام اوف ات 1 كلفن. يعني ايه؟ يعني لو عندي 1 كيلو جرام 1 كيلو جرام اوف الومنيوم ات تمبريتشر 1 مثلا وليكن 200 مثلا 200 كلفن، طب عاوز اعمل انكريز للتمبريتشر 1 ديجري درجه واحده يبقى 201، محتاج قد ايه يا شباب؟ ال 1 كيلو محتاج قد ايه؟ محتاج 897 97 جول. يبقى كل 1 كيلو جرام من الالومنيوم نيد 897 جول عشان اعمل ريز للتمبريتشر 1 سيلسيوس ديجري، يعني اخليها بدل ما هي 200 اخليها 200 كام؟ 201. طيب السبيسيفيك هيت للايرن اقل 450، يعني ال 1 كيلو جرام اوف ايرن نيد محتاج او ريكوايرد 450 جول تو ريز ذا تمبريتشر اوف 1 كيلو جرام اوف 1 كلفن، يعني لو عندي 1 كيلو جرام اوف ايرن محتاج 450 جول عشان اعمل ريز للتمبريتشر بتاع الكيلو دوت 1 ديجري 1 كلفن ديجري. طب تعالوا بقى نقارن بين الالومنيوم وما بين الايرن وما بين الووتر، شوف الووتر كام؟ ايه ده؟ ده اقل من يعني 450، ما حصلش 1000، ده الووتر بقى بكام؟ 4180. ده جدا 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 جدا. طب ازاي السبيسيفيك هيت للووتر عاليه كده 4180؟ ايه الميزه؟ ايه اللي هتعود علينا من الهاي سبيسيفيك هيت للووتر انها فيري هاي للووتر 480؟ احنا اتفقنا ليه؟ لان كل 1 كيلو جرام من الووتر محتاج كميه انرجي كبيره جدا 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 عشان التمبريتشر بتاعته تزيد 1 ديجري درجه واحده. يبقى انا كليفنج اورجانيزم ككائن حي جسم كله 70% منه ووتر، معناه ان انا كل كيلو من الووتر اللي موجود في جسمي محتاج الرقم الكبير دوت عشان التمبريتشر بتاعته تزيد 1 ديجري درجه واحده. وبالتالي جسم يفضل طول السنه التمبريتشر بتاعته 37
مات ايه؟ بس دي بالسيليزياس، خلي بالكم بالسيليزياس ما تزيدش. ليه؟ لان سبيسيفيك هيت للووتر اللي هو بيشكل جزء كبير من جسمي، سبيسيفيك هيت للووتر از فيري هاي، عاليه جدا، ب 4180 جول بير كيلو جرام للكلفن. يبقى تاني يا شباب، يبقى بيقول لي نوت ذات، عاوزك تلاحظ حاجه تانيه، ان السبيسيفيك هيت ديفر باي تشينجينج ذا فيزيكال ستيت. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لك the specific heat of the substance differ by the change of رقم 1 the substance itself، المادة نفسها. يبقى لكل substance لها specific heat خاصة بيها، وفي فاكتور تاني ده water وده water vapor وده ice، التلاتة دول water. لكل physical state لها specific heat خاصة بيها، specific heat للwater vapor غير الwater liquid غير الice. إذا الـ specific heat changed by change the physical state، يبقى الـ specific heat بتختلف كمان باختلاف الـ physical state. يعني الـ specific heat للووتر ليكويد غير الووتر سوليد اللي هو الأيس، غير الووتر فيبر أو الجاز. معايا كده يا شباب؟ يبقى لاحظ تيبل تاني، عاوزك تطلع به معلومة واحدة، معلومة مهمة، إن الـ specific heat للووتر اللي هو موضوع دراستنا is very high مقارنة بالـ specific heat لباقي السبستانس. طيب إيه بقى فايدة الـ high specific heat للووتر؟ ده اللي إحنا هنعرفه من خلال بقية السيشن بتاعنا أو بقية الحصة. طيب بيقول نوت ذات the high value of specific heat means that it is take more energy to raise or lower its temperature. يعني كل ما الـ specific heat اللي عندي كانت high، معناها انه محتاج كميه انرجي كبيره جدا عشان ان انا اعمل ريز او رفع للتمبريتشر، والعكس لما اجي اعمل كولينج محتاجه كميه، اسحب منها كميه هيت كبيره جدا عشان انزل التمبريتشر. طيب يبقى ده بقى معناه ايه بقى يا شباب؟ يعني انا دلوقتي مثلا هديك اكزامبل مثلا، يبقى انا بقول مثلا انا لو انا موجود مثلا في مصيف، في عندي ووتر، ده الووتر اللي هو السي او البحر بتاعي، وفي عندي اللاند او الشط اللي انا موجود عليه. ممكن انا لو انا موجود على الشط دوت مش قادر اقف على الرمله من الهيت او درجه الحراره العاليه جدا جدا، مش قادر اقف عليها. طيب وبعدين امشي متر واحد انزل الووتر الاقي الووتر بارده. طب ازاي؟ ده الاثنين سواء كان الساند اللي هو الرمله والووتر الاثنين الشمس مسلطه الضوء بتاعها او الهيت بتاعتها عليهم الاثنين. ليه الووتر التمبريتشر بتاعته اقل بكتير من الرمل؟ لان الرمل دوت ذا سبيسيفيك هيت بتاعته از سمول، قليله، معناها اقل كميه هيت ترفع التمبريتشر بتاعته، يسخن بسرعه جدا. لكن الووتر لا، مش كده، الووتر تحافظ على التمبريتشر بتاعتها. لكن الرمله لا، الهيت بتاعتها او التمبريتشر بتاعتها بتزيد بسرعه. ليه؟ لان السبيسيفيك هيت للساند او للرمله قليله. يبقى ده معنى الجملة بتاعتي. يبقى كل ما السبيسيفيك هيت كانت هاي معناه ان محتاج كمية هيت عالية جدا جدا عشان اعمل ريز او رفع للتمبريتشر. طيب نشوف النقطة الثانية، بيقول ادينج هيت تو لو سبيسيفيك هيت، العكس، لو عندي لو سبيسيفيك هيت معناها السبستانس ويل انكريز اتس تمبريتشر ماتش مور كويكلي، يبقى التمبريتشر بتاعته هتزيد بايه؟ بسرعة. يبقى تاني معنى الهاي سبيسيفيك هيت معناه انه محتاج كمية هيت عالية جدا جدا عشان التمبريتشر تزيد، لكن اللو سبيسيفيك هيت العكس، اقل كميه هيت ترفع الايه التمبريتشر. هناخد الاكزامبل دوت هيفهمنا برضو نفس اللي انا او المعنى اللي احنا عاوزين نوصله ليكم. بيقول لي ذا سبيسيفيك هيت اوف سام ماترز ار شون ان ذا تيبل، مدينا تيبل فيها سبستانس والسبيسيفيك هيت بتاعتها باي جول بير كيلو جرام كلفن. الومنيوم 897، ايرن 450، كوبر 385، ووتر، شوف الووتر فرق ازاي؟ احنا لسه بنتكلم في 300 و 400 و 800، شوف الووتر 4180. طيب ايه المطلوب؟ بيقول لي اف ذا فور ماترز، الاربعه دولت شون ان ذا تيبل اباف اكسبت ذا سيم كوانتيتي اوف هيت، يعني الاربعه اديتهم نفس كميه الهيت، هل التمبريتشر مين فيهم التمبريتشر بتاعته انكريز مور، مين فيهم التمبريتشر بتاعته هتزيد اكتر؟ هل الالومنيوم ولا الايرن ولا الكبر ولا الووتر؟ طب الفكره عندي ايه؟ اللور او ذا لوست سبيسيفيك هيت هو اللي التمبريتشر بتاعته ريز مور، يبقى الاقل سبيسيفيك هيت معناه ان التمبريتشر بتاعته هتزيد بسرعه. مين فيهم اقل واحد فيهم؟ اكيد 385 اقل من 400، اقل من 800، يبقى هو الكبر.
يبقى تاني لو انا الاربعه دول عملت لهم هيتنج في نفس الوقت، يعني اكتبت ذا سيم اماونت اوف هيت، مين فيهم اللي التمبريتشر بتاعته انكريزد مور؟ هو الكبر. ليه؟ لانه لور ان سبيسيفيك هيت. طب مين فيهم اللي عكس؟ التمبريتشر بتاعته مش هتزيد بدرجه كبيره، هي مين؟ هي الووتر. لان السبيسيفيك هيت للووتر از فيري هاي، عاليه زي ما انتم شايفين ب 4180، عاليه جدا. يبقى تاني وصلت المعنى، يبقى احنا بنرسل السبيسيفيك هيت بهدف ايه؟ بهدف ان احنا نوصل للمعلومه الاخيره دي، ان الووتر هاز هاي سبيسيفيك هيت عن معظم السبستانس اللي موجوده حوالينا. طب هل دي ميزه؟ ميزه واضحه اهي موجوده، ان انا عندي زي ما انا قلت لك ان الليفنج اورجانيزم 70% 70% منه ووتر. كل 1 كيلو جرام محتاج الكميه الكبيره قوي دي عشان التمبريتشر تزيد 1 ديجري درجه واحده، وبالتالي التمبريتشر بتاعته تفضل ثابته زي ما هي بالنسبه للانسان، تفضل ب 37 يبقى تفضل ثابته. ليه؟ لان السبيسيفيك هيت للووتر عالي. لو غير كده كانت تبقى مشكله، يبقى معناه ان احنا في الصيف كنا نوصل ل 50 بقى او 60، وفي الشتاء العكس. معايا كده يا شباب؟ طيب يبقى الاجابه عندي هنا هتكون مين؟ طبعا الكبر. طيب ناخد سؤال تاني بيقول لي كالكوليت ذا اماونت اوف هيت ريكوايرد تو ريز ذا تمبريتشر اوف 0.3 كيلو جرام اوف كبر فروم 20 سيليزياس تو 70 سيليزياس. في طالب هيجي يقول لي يا مستر احنا دلوقتي عشان ومديني طبعا السبيسيفيك هيت للكبر ب 385 جول بالكيلو جرام كلفن، يقول لي هنا التمبريتشر بالكلفن، والسؤال عندي التمبريتشر بميدال بالسيليزياس، يبقى انا محتاج احول من سيليزياس لكلفن. اجي اقول له لا مش شرط. ليه؟ لان احنا بنتعامل مع دلتا. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا مثلا لو جيت احسب دلوقتي الدلتا تي، انا عندي من 20 عاوز اوصلها لكام؟ ل 70. الدلتا تي يعني كام؟ يعني 70 اللي هي الفاينل ماينس 20 اللي هي الانيشال، يعني ايكوال 50. 50 ايه؟ 50 سيليزياس. طيب لو في طالب عمل حول من السيليزياس للكلفن، يبقى 70 دي هتكون كام؟ هتبقى 70 بلس زي ما اخذنا في بدايه السيشن بتاعنا 237، يبقى بكام؟ ادي 3 وادي 4 وادي 3، يبقى 343. طيب وبعدين ماينس، طب ال 20 هاخد 20 برضه بلس 237، يبقى 3 ادي 9 ادي 2 3، برضه ده ماينس ده ايكوال برضه كام؟ 50. يبقى بالنسبه للتمبريتشر مش شرط اليونت عندي تبقى بالكلفن. ليه؟ لان انا بتعامل مع ديفرنس، مع فرق. يبقى المهم الاثنين يا شباب يبقوا لهم نفس اليونت، ده 20 سيليزياس ده 70 سيليزياس، خلاص طالما الاثنين بالسيليزياس او الاثنين بالكلفن مفيش مشكله. المهم ايه يا شباب؟ المهم الاثنين يكونوا لهم نفس اليونت. يبقى انا مش محتاج ان انا احول اليونت ولا حاجه. طب كل اللي انا عاوز احسبه، انا عاوز احسب الكيو. طب الكيو عندي تريانجل اهوت، فوق عندي هنا الكيو وهنا السي، وعندي هنا الام، وعندي هنا الدلتا تي. يبقى الكيو ايكوال سي طيب الام طيب الدلتا تي. طب تعال نكتب الكلام ده، يبقى الكيو ايكوال السي طيب الام طيب الدلتا تي ايكوال السي عندي بكام يا شباب؟ ب 385. انا عاوزكم بس تخلوا بالكم من اليونت، يبقى تعالوا نكتبها هنا، يبقى ايكوال 385. خلي بالك اليونت اللي عندي جول، يبقى الكيو عندي في الاخر هتطلع عندي بالايه؟ بالجول. طيب هنا كيلو جرام، يبقى الماس اللي عندي لازم تكون بالكيلو جرام. هل ده كيلو جرام؟ ايوه. يبقى انا مش محتاج ان انا احول، انا اسيبها زي ما هي كيلو جرام. طب هنا بالكلفن، الكلفن ده استثناء اتفقنا، لان انا بتعامل مع ديفرنس، يبقى ما تفرقش عندي سليزياس او كلفن، المهم الاثنين زي بعض في اليونت. يبقى انا عندي الكيو ايكوال السي 385 تايمز الام، الام اللي هي عندي كام؟ 0.3 تايم الدلتا تي اللي هي 70 ماينس كام؟ ماينس 20. واحسبها على الكالكوليتر واشوف هتطلع بكام. هتطلع ب 5775 اليونت اللي عندي زي ما قلت لكم، هتطلع بالايه؟ بالجول. يبقى تاني يا شباب، يبقى انا في البدايه لازم اكتب الرول بتاعتي، اشوف هو عاوز ايه ومديني ايه. هو عاوز ايه؟ عاوز الكوانتيتي اوف هيت، كالكوليت ذا كوانتيتي اوف هيت الكيو. يبقى طالما بيسال على الكيو، يبقى لازم عندي السي وعندي الام وعندي الدلتا تي. السي موجوده، الام موجوده، الدلتا تي اقدر احسبها، الدلتا تي ديفرنس الفاينل ماينس الانيشال. مع نقطة مهمة لازم ألاحظ اليونت، اليونت إيه؟ عينيا تروح على السي، السي عندي إيه؟ جول كيلوجرام كلفن. يبقى أنا عندي الكيو اللي بستخدمها لازم تكون بالجول، الماس اللي بستخدمها لازم تكون كيلوجرام،
التمبريتشر قلنا مش شرط لازم الاثنين يكون لهم نفس اليونت، لان انا بتعامل مع ديفرنس مش بتعامل مع درجه معينه، انا بتعامل مع فرق بين اثنين. معايا كده يا شباب؟ طيب ناخد سؤال تاني ونشوف كده. بيقول لي a piece of aluminum with a mass of 200 جرام and temperature of 80 سيلسيوس is dropped، يعني رميتها كده او سقطتها في ايه؟ في quantity of water at room temperature. يبقى انا دلوقتي تعالوا نتخيل الشكل كده عندنا ايه؟ انا عندي كده اهوت كميه ووتر ما قاليش قد ايه؟ طيب بعدين ان انا عندي ابيس قطع كده اهوت من مين يا شباب؟ من الالومنيوم. الماس بتاعتها بكام؟ ب 200 جرام. طيب التمبريتشر بتاعتها بكام؟ ب 80 سيلسيوس. طيب اف ذا فاينل تمبريتشر اوف ذا سيستم، ايه بقى يقصد بها الفاينل تمبريتشر للسيستم؟ انا عندي الووتر ات روم تمبريتشر، روم تمبريتشر عندنا يا شباب يعني 25 سيلسيوس. يبقى انا عندي ده الووتر التمبريتشر بتاعته كام؟ 25. طيب مين فيهم الاقل تمبريتشر؟ وانا عندي الالومنيوم التمبريتشر بتاعته كام؟ 80. يبقى ده 80، والووتر عندي الروم تمبريتشر اللي هي 25. احنا لسه قايلين في بدايه الشرح بتاعنا ان الهيت ترانسفير فروم هاير تمبريتشر تو لوور تمبريتشر. يبقى الهيت هتتنقل منين لمين؟ هل هتتنقل من الالومنيوم للووتر ولا من الووتر للالومنيوم؟ اكيد هتتنقل من الالومنيوم للووتر. يبقى الهيت ترانسفير فروم الهاير تمبريتشر اللي هي 80 اللي هي خاصه بالالومنيوم هتروح لمين؟ هتروح للووتر. لغايه ما الاثنين ده اللي هو بيسميه هنا السيستم يبقوا عند تمبريتشر واحده، هو قال لي التمبريتشر وصلت بقت كام؟ بقت 40. يبقى ايه هي ال 40 دي يا شباب؟ دي لمين؟ للاثنين الالومنيوم والووتر. بعد ما الهيت ترانسفير هتتنقل منين لفين؟ من الالومنيوم تروح للووتر. يبقى انا تاني يا شباب، انا دلوقتي عندي شاي، الشاي ده التمبريتشر بتاعته عاليه، جبت لبن بارد حطيته على الشاي. ايه اللي هيحصل؟ لما اجي اشرب الشاي بلبن هيبقى في عندي شاي ولبن، واحد فيهم سخن وواحد بارد، ولا الاثنين هيوصلوا لتمبريتشر واحده؟ الاثنين هيوصلوا لتمبريتشر واحده. تمبريتشر واحده دي عباره عن ايه؟ التمبريتشر اللي وصلنا لها بعد ما الهيت هتتنقل من الهاير تمبريتشر اللي هو الشاي هتتنقل للور تمبريتشر اللي هو اللبن. يبقى التمبريتشر هتتنقل من الهاير تو لور لغايه ما الاثنين يبقى لهم نفس التمبريتشر. هو قال لي ان الاثنين وصلوا لتمبريتشر واحده اللي هي بكام؟ اللي هي 40. طيب بيقول لي كالكوليت ذا اماونت اوف هيت جيند باي اماونت اوف ووتر، ومديني السبيسيفيك هيت للالومنيوم ب 897، عاوز كميه الهيت اللي هياخدها او جيند باي ايه ووتر. احنا عاوزين نتفق الاول ان ذا اماونت اوف هيت جيند باي ووتر ايكوال ذا اماونت اوف هيت لوست باي الومنيوم. كميه الهيت اللي هياخدها الووتر هي كميه الهيت اللي هتعمل لوز او هيفقدها مين؟ هيفقدها الالومنيوم. المبدأ بتاعنا مفيش حاجة هتضيع. يبقى الهيت هتتنقل منين يا شباب؟ من الألومنيوم تروح لمين؟ تروح للووتر. طب تعالوا نكتب الكلام ده. بيقول لي ذا كوانتيتي اوف هيت جيند باي ووتر هي ايكوال ذا اماونت اوف هيت لوست باي ألومنيوم. الووتر جيند، ليه الووتر جيند؟ لأن الووتر لور تمبريتشر عند 25. والألومنيوم جي لوست، ليه؟ لأن الألومنيوم هاير تمبريتشر. يبقى الهيت هتتنقل من الهاير تروح للور. يبقى الألومنيوم لوست وايل الووتر جين. طيب هي الكوانتيتي اوف هيت الرول بتاعتها بتقول ايه؟ ان الكيو ايكوال السي تايم الام تايم الدلتا تي. طيب نقدر نحسبها لمين؟ نقدر نحسبها للالومنيوم. ليه؟ لان انا عندي الالومنيوم عندي الماس بتاعته وعندي الدلتا تي اللي انا ممكن احسبها. طيب ايه رايكم نحسب الدلتا تي بره هنا خالص؟ يبقى الدلتا تي ايكوال الفاينل ماينس الاي الانيشال. الفاينل اللي هي كام؟ اللي هي 40. هما يوصلوا ل 40 وهو كان بادئ بكام؟ ب 80. يبقى 40 ماينس 80 يعني المفروض يطلع ب نيجاتيف 40. طب تقول لي ايه النيجاتيف دي يا شباب؟ معناها ان الهيت دي لوست، مش معناه ان في عندي دلتا تي بالنيجاتيف، لا لوست هو فقد قد ايه؟ فقد 40. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالوا نحسب ذا كوانتيتي او اماونت اوف هيت لوست باي الومنيوم ايكوال الرول عندي الكيو ايكوال السي طيب الام طيب الدلتا تي. طب لما اجي اطبق الرول اللي عندي هي السي اي اللي هي السبيسيفيك هيت للالومنيوم، اليونت بتاعتها ايه؟ جول. يبقى انا الكوانتيتي اوف هيت هتطلع بالجول. ماشي، الماس لازم تكون بالكيلو، هل الماس هنا بالكيلو؟ لا، الماس الالومنيوم ده بالايه؟ بالجرام. يبقى الاول لازم احول من جرام تو كيلو جرام. طيب ازاي؟ ديفايدد باي
1000 يبقى انا اخد 200 divided by 1000 يعني equal 0.2 كيلو جرام. يبقى كده الماس عندي بقت جاهزه، يبقى الماس عندي بقت بالكيلو جرام. طيب قلنا الكيلو مش هتفرق طالما انا بتعامل مع ديفرنس مع فرق، يبقى الفرق اللي هو 80 ماينس ايه 40 او 40 ماينس 80 مش هتفرق الساين معايا كده يا شباب. يبقى انا دلوقتي اقدر احسب الكيو، يبقى الكيو ايكوال 3080 جول. دي ذا اماونت اوف هيت لوست باي الومنيوم، هي ذا اماونت اوف هيت لسه كاتبينها في الاول جيند باي ووتر، يبقى الووتر جين ذا سيم اماونت اوف هيت اللي هي كام؟ 3080 جول. بس خلي بالك فيه نقطه مهمه، احنا بنفترض هنا ان مفيش حاجه بتضيع للانفايرومنت للبيئه اللي موجوده حوالينا او للكونتينر الاناء اللي فيه الووتر، احنا هنا بنفترض ان نفس الهيت ابزوربت هي ذا اماونت او ذا اماونت اوف هيت جيند هي ذا اماونت اوف هيت لوست. لكن هي فيها حسابات طفيفه مختلفه ليه؟ لان في جزء من الهيت مش كل الهيت هتتنقل من الالومنيوم للووتر، في جزء ثاني لوست بيروح فين؟ للكونتينر للانفايرومنت اللي موجوده حواليه اللي هو بنسميه سراوندنج. لكن هنا لازم يكتب لي اسيومد بيفترض ان نو هيت لوست، ما فيش عندي لوست للهيت خالص، كل الهيت اللي هي لوست فروم الومنيوم جيند باي ايه؟ باي ووتر. معايا كده يا شباب؟ يبقى تاني، يبقى هنا برضو استفدنا في البروبلم دي معلومه جديده، ان انا لو عملت ميكس ما بين تو سبستانس ات ديفرنت تمبريتشر ان التمبريتشر او ان الهيت ترانسفير فروم هاير تمبريتشر تو لور تمبريتشر. دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه ان الاثنين هيوصلوا لي في الاخر لفاينل تمبريتشر واحده للسيستم. دي المعلومه الثانيه. نعرف ان ايه يا شباب؟ ان ذا اماونت اوف هيت جيند هي ذا اماونت اوف هيت ايه لوست. برضه سؤال كويس او فكره كويسه نخلي بالنا منها، ودي موجوده في كتاب المدرسه بتاعنا. طيب تعالوا بقى بعد ما شرحنا الجزء الفيزيكس ايه هي السبيسيفيك هيت، ايه اليونت اوف ذا سبيسيفيك هيت وحلينا بروبلم عليها، تعالوا ناخد بقى ذا امبورتانس اوف هاي سبيسيفيك هيت اوف ووتر، ايه اهميه الهاي سبيسيفيك هيت للووتر. بيشرح لي بقى بيقول لي تيز ريسبونسبل فور ذا ميلد كلايمت، يعني ايه الاعتدال الجو في الكوستال سيتيز او في المدن الساحليه، يعني ايه؟ تعالوا نشرح بعيد عن الكلام ده، اشرح لكم القصه دي بتقول ايه. بتقول ان انا يا شباب انا عندي ذا صن، الصن دي بتبعت الهيت بتاعتها او ذا صن ريز للووتر ولللاند او للرمله او الساند الموجود عندي. احنا عندنا الساند او الرمل ذا سبيسيفيك هيت ليه اقل بكتير جدا من الووتر، يبقى ايه اللي بيحصل؟ يبقى الساند دوت التمبريتشر بتاعته انكريز. طيب لما التمبريتشر للساند انكريز يقوم يعمل هيتنج. هيتنج للاير اللي في كونتاكت او ملامس للساند. يبقى الهواء الملامس للساند بيحصل له هيتنج. طيب احنا عندنا ان في عندي انفرس ريليشن بتوين دينستي اند تمبريتشر. يعني ايه؟ يعني الاير دوت لما التمبريتشر بتاعته انكريز الدينستي ديكريز. يعني ايه الدينستي ديكريز؟ يبقى خفيف. يقوم يحصل ايه؟ يعلى لفوق. طيب لما يعلى لفوق يقوم يجي الووتر السبيسيفيك هيت بتاعتها لو اسف هاي فيري هاي للووتر. طيب وبالتالي ان التمبريتشر بتاعت الووتر قليله لو تمبريتشر الليس للووتر ده التمبريتشر بتاعته اقل، لامس للساند التمبريتشر بتاعته اعلى، يقوم الاير دوت لوور دينستي ويجي مكانه اير من الايه؟ من اتجاه البحر على الشط. يبقى انا في عندي وانا واقف على البحر كده سببه ايه؟ سببه ان الاير الملامس للساند التمبريتشر بتاعته عاليه، يقوم الدينستي بتاعته ديكريز يقوم يقلل لفوق ويجي مكانه ايرث جديد جاي منين؟ اللي هو لو تمبريتشر الملامس لميه البحر. يبقى انا دايما في عندي تيار من الهواء كده جاي من الايه؟ من البحر على الشط. مكان هواء، مكان هواء وهواء بارد كمان. يبقى ده مسؤول عن في المصيف الجو بتاعه اقل بكتير من المدن البعيده عن البحر او ما فيهاش مصيف او ما فيهاش بحر. يبقى ده بيشرح اللي هو شباب بيقول لي ذا ريسبونسبل فور ذا ميلد كلايمت اون ذا كوستال سيتيز تمبريتشر اوف ووتر ديورنج سمر
از لو كومبيرد تو ذا تمبريتشر اوف بيتش سينك. يعني ايه؟ التمبريتشر بتاع الووتر اقل من التمبريتشر بتاع الساند. طيب وبعدين بيقول لي الاير اوفر لاند هيت اب، يعني الاير اللي موجود فوق الساند هيحصل له هيتنج، يبقى بيكم ليس دنس، يعني الدنسيتي ديكريز. طب لما الدنسيتي ديكريز يحصل له ايه؟ اند رايز بير، اعلى لفوق ابورد، يعلى لفوق. وبعدين وكولر اير ان ذا سيرفس اوف ووتر موف لاند وورد، يعني يتحرك في اتجاه اللاند. اند ذيس كولد ذا سي بريز، اللي هو نسيم البحر. يبقى تاني يا شباب، يبقى هي الفكره ايه؟ فكره ان التمبريتشر اوف ووتر لور ذان ذا تمبريتشر اوف ساند، يبقى الاير الملامس للساند يبقى الدنسيتي بتاعته ديكريزد، ريز اب يعني ارتفع لفوق، ويجي مكان انه ات لور تمبريتشر، يبقى يعمل عمليه ايه؟ تلطيف للجو. يبقى ده اهميه للهاي سبيسيفيك هيت اوف ووتر. احنا شرحنا في وسط كلامنا ايه اهميه الهاي سبيسيفيك اوف ووتر بالنسبه للليفنج اورجانيزم، ليا وليك ولاي ليفنج اورجانيزم، ان معظم الماس بتاعت الليفنج اورجانيزم دي ووتر 70% تقريبا او 70%، وكل 1 كيلو جرام محتاج كميه هيت عاليه قوي قوي عشان التمبريتشر تزيد، وما بيقدرش ياخدها من الحراره او الهيت بتاع الجو بره، وبالتالي يفضل جسمي له نفس التمبريتشر. اهميه ثانيه بالنسبه لمين يا شباب؟ للهاي سبيسيفيك للووتر، هي موضوع السي بريز ده او النسيم البحر، او ان الووتر او ان الاير بيتحرك من اتجاه البحر او ذا سي في اتجاه الشط او ذا بيتش. طب بسبب ايه؟ بسبب اختلاف الدينستي بتاع الاير. اللور دينستي يحصل له ريز اب، يرتفع لفوق ويجي مكان منه اسف الهاير او اللور دينستي، ايوه ريز اب، ويجي مكانه هاي دينستي اللي هو اقل في التمبريتشر اللي هو جاي من البحر. تمام؟ طيب افكت اوف هاي سبيسيفيك هيت اوف ووتر، لسه بنتكلم، احنا قلنا اول افكت اللي احنا شرحناه لسه دلوقتي. طيب ذا سكند افكت بيقول انكريز ستابيليتي اوف ووتر تمبريتشر. يعني ايه انكريز ستابيليتي اوف ووتر تمبريتشر؟ يعني الووتر تمبريتشر تفضل تقريبا ثابته، الجو بره التمبريتشر عاليه ولا الووتر الى حد كبير محافظه على التمبريتشر بتاعتها. الووتر كان اب اوت اوف هيت وزود السيجنيفيكانت تشينج ان تمبريتشر، ان الووتر ممكن اكسبت اماونت اوف هيت كبيره بدون زياده واضحه في التمبريتشر. ليه؟ لان السبيسيفيك هيت ليها ايه؟ هاي. يبقى تاني ذا هاي سبيسيفيك هيت اوف ووتر ده انكريز ستابيليتي اوف ووتر، بيحافظ على ان الووتر يحتفظ بالتمبريتشر بتاعته، لا يحصل لها انكريز ولا يحصل لها ليه؟ لان التشينج ده محتاج كميه انرجي او كميه هيت عاليه ما بيقدرش ياخدها من الجو عادي او من التمبريتشر او من الحراره الموجوده حواليه. طيب افكت اوف تمبريتشر تشينج اون مارين، افكت اوف تمبريتشر تغير التمبريتشر، بيقول لي تمبريتشر تشينج ان ذا اوشنز افكت ذا ديستريبيوشن اوف مارين اورجانيزم. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق كل ليفنج اورجانيزم بما فيها المارين اورجانيزم لها تمبريتشر مناسبه للعيشه والحياه بتاعتها. زي ما نيجي نقول احنا هنا في مصر متعودين على درجه حراره معينه، لو جالنا واحد سائح اجنبي ممكن ما يقدرش يتحمل الهيت بتاعتنا. ليه؟ لانه متعود على بيئه معينه وتمبريتشر معين. نفس الكلام ربنا جعل كل ليفنج اورجانيزم او مارين اورجانيزم له سيوتبل تمبريتشر يقدر يعيش فيها. يبقى اي تغيير في التمبريتشر ده هيسبب ايه؟ هيأفكت، هيأثر على ديستريبيوشن اوف مارين اورجانيزم. طيب اورجانيزم ذات ليف ان وورم سيرفس ووتر مي بي انيبل تو سيرفايف ذا اوردر كولدر ديبس. فور اكزامبل الكورال ريفز اللي هي الشعب المرجانيه نيد سبيسيفيك تمبريتشر تو سيرفايف، انها تعيش. اند تشينج ان تمبريتشر، يبقى تاني يبقى الكورال ريفز دي يا شباب محتاجه تمبريتشر معينه. طب اذا احنا التغير المناخي اللي احنا بنشوفه ده ادى الى ان التمبريتشر بقت اعلى من المعدل بتاعها، ده هياثر على حياه الايه؟ الكورال ريفز دي او الشعب المرجانيه، وده اكزامبل واحد، لكن هو في العموم ان كل ليفنج اورجانيزم له سيوتبل كونديشنز او ظروف مناسبه من التمبريتشر.
اي خلل او اي تشينج في التمبريتشر ده طبعا هيؤدي بنتيجه سلبيه على عليه او على حياه الليفنج اورجانيزم. وده انا اكزامبل عندي هنا مين؟ الكره الريفز او الشعب المرجانيه الموجوده. طيب بيقول لي كالكوليزا كوانتيتي اوف هيت، طبعا دي مكتوبه بالغلط، هيت ريكوايرد تو ريز ذا تمبريتشر اوف 5 كيلو جرام اوف ووتر فروم 22. اتفقنا مش شرط اليونت تبقى بالكلفين طالما الاثنين شبه بعض. طيب عاوز يحسب الكيو، يبقى الرول عندي الكيو ايكوال السي الووتر، انا عارف الووتر بكام، سي للووتر بكام، ب سي تايم الام تايم الدلتا تي. الدلتا تي السي عندي للووتر ب 4180، اليونت عندي عباره عن جول بير كيلو جرام سيليزيوس، يبقى لازم الماس تكون عندي بالكيلو جرام، دي كيلو جرام ايوه مظبوط، وممكن كلفن برضه احنا اتفقنا مش هتفرق اليونت سيليزيوس اور كلفن. ليه؟ لان بتعامل مع ديفرنس مع فرق. طيب تعالوا نكتب الرول بتاعتنا، يبقى الكيو ايكوال سي تايم الام تايم الدلتا تي ايكوال 4180 تايم الام اللي هي 5 تايم الدلتا. احنا كده حسبنا الكيو اوف. طيب ناخد سؤال ثاني بيقول لي ذا سبيسيفيك هيت اوف كبر 390 جول بير كيلو جرام كلفن، وات ذا تمبريتشر تشينج، يعني عاوز الدلتا تي وين 100 جول اوف هيت از ادد تو 20 جرام. يعني يبقى انا عندي الماس ادور عليها، الرول عندي تعالى نكتب كده الجيفن عندي الماس، الماس ايكوال كام يا شباب؟ 20، واكتب اليونت جنبيها جرام. طيب السبيسيفيك هيت عندي بكام؟ ب اللي هي سي ايكوال 390، واكتب اليونت، اليونت اللي هي جول بكيلو جرام في كلفن. طيب الاحظ ان ده جرام وده كيلو جرام، ما ينفعش، يبقى انا لازم الماس دي الاسهل احول الماس للكيلو جرام، يبقى الماس اللي عندي دي ديفايدد باي 1000 يعني ايكوال 0.2 كيلو جرام، 0.02 اسف 0.02 كيلو جرام. ماس بالكيلو جرام مظبوطه، اقدر احسب الايه، يبقى انا الماس موجود عندي ويبقى الماس دي موجوده عندي وعندي الجول اهوت ب 390، اقدر احسب الايه دلتا تي. طب يلا نسيبها كده مع بعض، يبقى الكيو ايكوال سي تايم الام تايم دلتا تي ايكوال اشيل الكيو واحط 100 ايكوال السي عندي بكام؟ ب 390. طيب الام عندي كام؟ احنا اتفقنا حولناها من الجرام للكيلو جرام بقت 0.02 تايم الدلتا تي. اذا انا اقدر اطلع الدلتا تي، يبقى الدلتا تي ايكوال 100 اوفر 390 تايم 0.02 ايكوال، نشوف هتطلع بكام؟ تطلع ب 12.82 اللي هو لتر كام؟ لتر ايه. يبقى كل ده ابلكيشن او تطبيق على الرول بتاعنا اللي هو الكيو ايكوال سي تايم الام تايم الدلتا تي. طيب ناخد بروبلم ثانيه بيقول لي تو بادز هاف ذا سيم كوانتيتي اوف هيت، لهم نفس الماس والجين نفس الكيو. طيب يعني اثنين والكيو واحده. اند ذا ريز ان تمبريتشر اوف ذا سكند بادي از دبل ذات اوف ذا فيرست. الريز ان تمبريتشر الزياده في التمبريتشر بتاع السكند دبل ذات اوف ذا فيرست. فور ذا سبيسيفيك هيت اوف ذا سكند بادي از ايه بالنسبه للفيرست؟ هل ايكوال ولا دبل ولا اوف ولا كوارتر؟ سؤال حلو. يبقى انا عندي تو بادز هاف ذا سيم ماس ونفس الكيو. طب تعالى نكتب القانون بتاعنا بيقول لي ايه؟ ده الفيرست وده السكند. الفيرست السي ايكوال كيو اوفر ام تايم الدلتا تي، والسكند برضه سي ايكوال كيو اوفر ام تايم الدلتا تي. طيب بيقول لي لهم نفس الايه؟ الماس. اذا ممكن اشيل الماس مع الماس. نشوف كده، يبقى الماس ونفس الكيو جين ذا سيم كوانتيتي اوف هيت، يبقى انا ممكن اضيع الكيو مع الكيو. تمام؟ الماس ممكن اضيع الماس مع الماس لان لهم نفس الماس. لكن بيقول لي ان ذا ريز ان تمبريتشر اوف ذا سكند، ذا سكند اهو دبل ذا فيرست، يعني الدلتا تي لو هي 2 تبقى دي 1 او دي 1 تبقى دي 2. يبقى تاني الكيو كنسلت مع الكيو لان الاثنين جين ذا سيم كوانتيتي اوف هيت. كنسلت الام مع الام لان الاثنين هاف ذا سيم ماس. الفرق ان الدلتا تي في حاله السكند دبل الدلتا سي في حاله الفيرست. كده يبقى السي ايكوال 1 اوفر 1 او ايكوال 1، لكن هنا هي هاف ذا فيرست. ليه؟ لان ده هاف وده كام وده 1. يبقى انا اختار ايه؟ هاف. يبقى الاجابه عندي اختار هنا كام؟ هاف. يبقى احنا خلصنا
السيشن بتاع النهارده اتكلمنا فيه عن ذا سبيسيفيك هيت، اتكلمنا عن السبيسيفيك هيت ده الاساس الدرس بتاعنا، وعلاقه الهاي سبيسيفيك هيت للووتر بالليفنج اورجانيزم. اتمنى نكون وفقنا في عرض الدرس بتاعنا، ونكمل باذن الله في السفرة الجايه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.